نشاط إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، المعروف أيضاً بإدارة مواقع النزوح، لا يتعلق بالمخيمات فقط. فعلى الرغم من أن المخيمات التقليدية والأماكن المشابهة للمخيمات ما تزال تستضيف العديد من النازحين حول العالم، إلا أن الأغلبية منهم تستقر في مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة في المناطق الحضرية والريفية. هؤلاء الأشخاص الضعفاء ما يزالون بحاجة إلى الوصول إلى المعلومات والحماية والخدمات وإلى المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم. إذن كيف يمكن للعاملين في إدارة مواقع النزوح مساعدة هذه الفئات السكانية المتفرقة؟ إحدى الطرق المقترحة هي العمل عبر النهج القائم على المنطقة، فكما يغطي المخيم التقليدي منطقة جغرافية ذات احتياجات مرتفعة، يمكننا تحديد منطقة معينة تستضيف عدداً من النازحين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة. ولتنفيذ العمل من خلال النهج القائم على المنطقة، تقوم وكالة تنسيق مواقع النزوح بالتنسيق والتفاعل مع الجميع في المنطقة المستهدفة، بما في ذلك السكان النازحون والمجتمع المستضيف والحكومة المحلية والمجتمع المدني والعاملون في المجالات الإنسانية والتنموية وحتى مقدمو الخدمات في القطاع الخاص. بهذه الطريقة يمكن للإدارة المختصة بمواقع النزوح تأكيد أنها تقدم الدعم الشامل لمن يحتاجونه. ومن خلال النهج القائم على المنطقة يمكن للعاملين في إدارة مواقع النزوح تنسيق عملية تقديم المساعدات ودعمها لصالح الجميع في المنطقة، مع الالتزام بجميع القوانين والإرشادات والمعايير ذات الصلة، وهذا يعني اتباع نهج شامل واستجابة متعددة القطاعات. ويمكن استخدام إطار عمل إدارة مواقع النزوح على أساس المنطقة في كل من المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية التي تضم عدداً كبيراً من المجتمعات النازحة والمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يعيش النازحون بالقرب من المجتمعات المستضيفة ويعتمدون على خدماتها وبنيتها التحتية. ويمكن لطاقم إدارة مواقع النزوح العمل في فرق متنقلة مرنة، حيث يتمتع أعضاؤها بمهارات متنوعة وينفذون زيارات منتظمة للمجتمعات المتأثرة بالنزوح. وتعد المحاور المجتمعية ضرورية، ويجب أن تكون أماكن آمنة حيث يمكن للناس الاجتماع والحصول على المعلومات والمساعدات. كما أن اللجان المجتمعية مهمة أيضاً، فهي هياكل شاملة تدعم وتوفر المعلومات حول جميع الأنشطة الجماعية، وتقدم التعليقات والآراء إلى فرق إدارة الموقع حول الاحتياجات المشتركة. بالطبع كل تدخل مختلف، وكل مجتمع له مجموعة فريدة من الاحتياجات، لكن استخدام النهج القائم على المنطقة سيبني الروابط بين المجتمع والسلطات المحلية ومقدمي الخدمات، بما في ذلك المنظمات الإنسانية والتنموية، وهذا لضمان تمكن النازحين وخاصة الأكثر ضعفاً منهم من العيش بكرامة.